السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله نستكمل النهاردة باقي درس أخطار الكهرباء وكيفية التعامل معها. خدنا المرة اللي فاتت الصدمة الكهربية وأسبابها، وخدنا الحرائق وأسبابها. ناخد النهاردة آخر نوع من أخطار الكهرباء، وهي الحروق الناتجة عن الكهرباء. الحروق دي يا شباب في فرق بين حريق وحروق، عشان تبقوا عارفين. الحريق خدناه المرة اللي فاتت. الحروق دي هي أحد أخطار الكهرباء، وطبعا دي بتسبب لنا تلف وتدمير لأنسجة خلايا الجسم، بتدمر خلايا الأنسجة بتاعت خلايا الجسم بقى في إيدك في رجلك. طب إيه أسباب حدوث الحروق الكهربية؟ ممكن إن أنا ملامسة الشرارة، في شرارة بتنتج عن حدوث حصل حريق كهربي، فالشرارة ديت لمست إيدي أو لمست رجلي أو وشي، فبيحصل حرق أو حروق. ملامسة جهاز كهربي يولد حرارة، ممكن زي المدفاة أو السخان أو المكواة غصب عني أنا أمسكها، تمام، او تقع على لا قدر الله على رجلينا او ايدينا، فطبعا يحصل حروق. ملامسه احد اجزاء الجسم مصدر تيار كهربي عن حدوث حرق، فكل الحاجات دي بتسبب لنا بيحصل حروق كهربيه، وبالتالي بتسبب تلف وتدمير لانسجه خلايا الجسم. سؤالي بيقول لك ماذا يحدث عندما ملامسه الشراره الناتجه عن حدوث حريق كهربي؟ هنقول له طبعا ايه اللي يحصل لما دي نلمسها حدوث حريق، هيبقى فيه حروق طبعا، وبالتالي هتتلف وتدمر لنا انسجه خلايا الجسم. طب ايه الاسعافات الاوليه لما يبقى فيه وقوع حادث بسبب الكهرباء؟ لا قدر الله حصل مشكله بسبب الكهرباء، في اسعافات اوليه لازم نعملها. اولا بنعزل المصاب عن الدائره الكهربائيه، افصلها على طول. طب بعد كده هنعزل المصاب بماده عازله زي صاب من الخشب، ما ينفعش تروح تلمسه لانه بيبقى فيه تيار كهربي، فانت تلمسه اذا عايز يتنقل برضه هتتكهرب زيه، فالماده العازله للخشب دي هتمنع بينك وبينه يحصل ايه؟ صاب، يعني ما تتكهربش زيه. طب وبعدين بعد ما نعمل ده هنستدعى الطبيب على الفور على طول او نتصل بالمستشفى. نفتح ملابسه المحكمه للتنفس عشان يعرف ياخد نفسه. طيب براحه ايدي او كف ايدي هنحافظ على نبضات القلب، ازاي؟ عندها علامه بالتدليك عليها بحيث يعرف ياخد نفسه. طب افرض يا مستر اتعذر او خلاص تضرر المصاب بالتنفس، ساعتها في الحاله دي نعمل له عمليه تنفس صناعي. طب ايه احتياطات التعامل مع الكهرباء؟ احتياطات التعامل مع الكهرباء، زي ما الكهرباء لها فوائد طبعا هي لها اضرار واخطار. طب انا نحمي نفسي ازاي؟ طول ما انا ماشي مع الكهرباء بامان مش هتضرني بحاجه. عدم وضع عده وصولات في مصدر كهربي واحد، ما نجيبش كذا موصل او كذا فيشه بتاعت اللابتوب والكمبيوتر والتلفزيون والغساله نحطها في قابس واحد، ما ينفعش كده، في تحميل كهرباء هيحصل حريق. عدم ادخال جسم معدني في القابس، يعني ما تجيبش مسمار وتحطه في الفيشه هيحصل لك صدمه كهربائيه. لازم نحط قطع بلاستيكيه في القابس عشان تبقى عازله. عدم لمس ادوات الكهرباء بايدي مبلله، ما يبقاش موتور شغال او اي حاجه تبقى ايدك مبلوله وتلمس على طول، بالتالي هيحصل صدمه كهربائيه. عدم العبث بالتوصيلات الكهربائيه، ما تقعدش تلعب في اي سلك، وما تسيبش الاسلاك الكهربائيه مكشوفه، لازم تكون معزوله. عدم وضع مواد قابله للاشتعال بجانب اجهزه كهربائيه، ما تجيبش ستاره جنب سخان وتسيبه جنبه او جنب دفايه هيحصل حريق. بس دي كده درس الايه او جزء الايه الكهرباء. نتمنى